من النوم لقينا اخبار كتير، جرايد كتير، ومواقع كتير بتكتب عن كمال الشاب اللي قتلته خطبته. امر صعب جدا. طب لو خلاف يوصل الامر ان هي تقتله؟ طيب قتلته في شقتهم اللي هما كانوا هيتجوزوا فيها وعلى عفشهم، وولعت في العفش وولعت فيه، حاجة صعبة. قلبي عندك وربنا يصبرك. امين. قالولي انت كنت رافضة الجوازة دي. انا وابوه الاتنين. انا وابوه وقلت وراح ليه وخدها ليه؟ ما صممتيش ليه؟ صممنا. هو خدنا وسابنا ومشي. كناش راضيين بيه اصلا. قالوا بلاش بلاش بلاش. سابنا ومشي. انا كده كده هاخدها. سابنا ومشي، ما سمعش كلامنا. سابنا ومشي. انا كده كده هاخدها. هو ما قاليش كده كده هاخدها. صمم صمم. اتاري هو بيجري على اجله، بيجري على اخرته، مش فرحه، دي جنازته. كمال دوت اطيب خلق الله. دوت عندي الدنيا كلها كوم، وكمال ابني ده كوم تاني خالص. ابني ده عبارة عن، بصي، ربنا يعلم، كتلة حنان على قد ما وسعت دماغه بتنشف، بس حنين. وعيطت جنبه يمكن يعمل اي حاجة عشان يسكتك، اي حاجة. وبالذات امه كان بيساعدني، كان بيشتغل ويديني، كان بيشتغل ويجيب في البيت. خطبها قد ايه؟ خطبها يوم واحد. يوم واحد. يوم واحد. بس دبلته يوم؟ مش يوم كمان. احنا خطبناها، اقسم بالله العيله، احنا خطبناها العشاء. اتخانق، اتفشك القلب، مش عايزها الساعه 11 بالليل. ايه ده يا ابني؟ لا، اسلوبهم ما عجبهوش. عارفين ابننا مش هيرضى بحاجه، ما عجبوش نهائي. وجي قال لي ياما انا قلبي مش فرحان، في حاجه كده مش فرحان، مش فرحان. قلت له معلش يا ابني، اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى. الصبح كده الدنيا تراوح. الصبح راح خبط عليها، خد الدبله. كان ظهري والله العظيم كان سندي. انا كنت ساعتها اقول له انا همشي من عند ابوك، يقول لي ومتكل عليك، يقول لي ياما اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه. لان انا وهو حاجه كده، مش كده اب وام وابنها بقى، لا، كاتم اسراري ابني. بس يعني كل اللي يوجعني عنده وكل اللي يوجعه عندي، بس انا زعلت منه عشان كتم فرحتي. كنت عايز افرح بيه واهيص بيه، ما خلتنيش اعمل كده. خدته مني، سحبته على الناعم، سحبته. هو شاب وصغير، تلفه. طب لفتيه ليه؟ سيبيه لابوه، سيبيه، ده البكر بتاع ابوه وبتاعي. انا محرومه، انا كنت متجوزه قبل كده ومحرومه من 4 عيال في بلد غير البلد. حطيت محبتي كلها في ده. عارفين يعني ايه لما يكون عيل صغير وامه محرومه وما صدقت حصلته المحبه كلها في قلبي ليه؟ هي مالها بقى؟ اختلفت معايا، ولعت فيه ليه؟ عشان عاوز يصالحنا، عشان عاوز يرجع لنا. راح الله يرضى عليك كده. ماشي. يعني هي كتبت كتابه وخلاص، وعمل فرح في التبين وهيصه. عمل فرح في التبين عند اهلها وهيصه. طبعا احنا ما كناش بنكلم. حاول يكلمني، رافضه. راح لاهلي، انا رافضه نهائي. بعدين قلت له انت بعتني عشان واحده بتكلمني انا ليه؟ ما خلاص خليك معاها. وانا اقدر ابيعك؟ والله ما اقدر ابيعك. انا هرضيك يا ام. قلت له هترضيني؟ قال لي طلقه. قلت له لا، انا ما بحبش الطلاق، ما اخربش بيت حد، واخرب بيت ابني، مش اخرب بيت حد. قال لي طب انا عايز اصالح ابوي. قلت له لا، ابوك انت عارف ابوك انا ما يقدر عليه الا ربنا بقى من الاخر. فقال لي طب ياما انا هرضيه، والله اللي راضيه. قلت له ماشي. يوميها قال لي ياما نفسي اشوفك، ما كنتش بشوف. اتصل بيا نفسي اشوفك ياما. قلت له طب بص، انا بخلص اوراق من عند مستشفى النصر، انا واقفه هناك. طب خليكي ما تتحركيش، وقفي في حته فيها ضله، ما تقفيش في حته فيها شمس. اقول له ماشي. قدام مستشفى النصر في قاعده كده وفي في شجر. قلت له انا قاعده هناك. والله العظيم لقيته لابس كاب ابيض وتيشيرت ابيض وبنطلون ابيض والكوتش بتاعه بيلمع ابيض.
ملاها قدامي، خدته بالحضن وقعد يبص في ايدي وبص في رجلي، سامعني يما والنبي اتقالي يما والنبي، حتى قعدته على رجلي وخدته بالحضن اغصى عليك يا كمال، سبتني ومشيت. انت عامله برضه يا ابني تعملها؟ انت بتعملي ازاي؟ ايه انت بتعملي كده ليه؟ ده ما هو جالك صح اهو، هو جالك مكان ما هو جالك ما فيهوش حاجه. انت معاه؟ كانت معاه بس شايفاها شطانه، والله يا ابني شايفاها شطانه، كل في ابني عشان بقالي 3 اشهر ما شفتوش. تقولي وبتعملي كده ليه؟ هو جه جالك، هو في حاجه؟ ما هو جالك سليم اهو. جالي سليم؟ ما خدتش وديت في كلامها. انا اهم حاجه مين؟ ابني. سؤال معلش، هو كان دخل عليها؟ لا، ولا كاتب كتاب بس؟ كتاب بس. ده عارفه منين ومتاكده منين؟ ما كان بيوضب دنيته. انت عارفه منين ومتاكده منين؟ قال لي يما لسه، ده بيقول لي انا هعمل حنه عشان اراضيك انت وابويا، وهعمل فرح يما عشان اراضيك انت وابويا، عشان افرحك بيا. مين اللي شهد على عقد الجواز؟ ما اعرفش. مش صوره من العقد؟ لا صورتي مش معاكم؟ ما نعرفش. بقول لحضرتك عملها في التبين واحنا ما نعرفش، ده بعد كتب الكتاب. سلام ما شهدش على عقدك كتب الكتاب؟ ما اعرفش. بس اللي سلام قال لي يما انا اتخانقت معاه، قلت له بلاش، رضا امك ورضا ابوك يا ابني مش هينفع الهبل اللي انت بتعمله ده. اعرف امك يا عم، روح بخناقه كده عرف امك انا هكتب كتاب وامشي واجري. سالت ابنك مات ليه ومات ازاي؟ جاوبوك قالوا لك ايه؟ ما انا ما اعرفش. اتصلت بسلام قلت له يا كمال سايب التليفون عند علاء. قال لي لا يما سايب التليفون عند علاء، ده خدوه منه وخدوا علبة سجاير وولعته. قلت له يا نهار اسود. طب وكمال عمل ايه؟ قال لي يما هيجن، وجاني وقال له تعالى معايا هاخد حاجتي من هناك، ياخد حاجتي اولع فيها. لقيتها بعديها بالظبط نص ساعة اتصلت عليا، هي انت شايفة ابنك؟ اتاري الوقت اللي هي بتكلمني فيه كان ابني ميت وفي المشرحة في تلاجة. بقول لها مال؟ قالت لي ابنك عايز يطلعني عشانكو، والله لا احبسهولك واحرق قلبك عليه. فانا قلت البتاعة دي هتعمل ايه معي يا شيخة؟ روحي، ده مش هتعرف تعمل حاجة مع كمال يعني. روحت قافلة السكة. اللي ضربه بقى؟ ما هو مين اللي ضربه بقى؟ احنا ما نعرفش. الطب الشرعي مضروب؟ ما نعرفش، بس اللي ظهر ان كمال مضروب من ورا، مضروب من راسه كذا ضربة، انت فهماني؟ ومش محروق بقى اللي هو متفحم، لا ملدوع لدعات كده، لدع هنا لدع هنا اكنك بتطبخي وتلدعتي، لكن ان هو بقى سايح في دمه وراسه ديت بايظه خالص، ان مليانه ضرب طعنات ماني في دماغه بايظه، ما جهوش من وشه. تعرفي اقول لك؟ قالوا ده هو ولع في حاجته وولع معاه، وبعدين سمعنا ان هو الايه ولع في حاجته، ولما ولع قعد يخبط في الحيطان راح دماغه متعوره. ازاي يا جدعان ده كله احنا مش كده؟ في الشقه اللي هو مأجرها في البيت اللي جنبها. بيجي على بالك كده باليومين دول بتقولي ايه؟ انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. تعرفي حتى يا ستي ما قتلتوش، ما جاتش جنبه، ولا ابني اتقتل ولا حاجه. ماشي، انا نفسي اتحاسب لان خدتها مني. انت عارفه ان ابوه وامه مش راضيين، خدتيه ليه؟ كنت سيبيه لابوه وامه. عارفه في واحده تتجوز غصب عن الاب والام، ده انت هتعيش زي ما انتوا بيقولوا هتعيشي معاها، ولا اشيلي اسمهم؟ كنت سيبيه. الطيبه والحنيه ديت تنفعش؟ خدتيه ما دخلش تاني، خدتيه من امه وخرجتيه، ما دخلش الا جثه هامده زي ما بيقولوا، جايب زي ما تقولي زي ما بتقولي كده متبهدل. ليه؟ انت ما قتلتوش وما جيتيش جنبه، لكن خدتيه من امه، وانت عارفه انا عندي عامل ازاي؟ حرقتي قلبي عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، والله انا ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل فيها. في ناس يقول لك لا امك يا كمال دي مثلا دي حماتي اللي هي عايزاني اعمله لها، لا يا ستي نراضيها الاول مثلا، ده اللي عندهم اصول. لكن دي تقول له تعالى اللي انت عاوز انا اعمله لك، اللي انت ليه خدته ما جاش؟ ما كانش في حد ما بيحبوش. انت يا استاذه لو شفتي، والله لو شفتي جنازته زفه وقال